إذا رجعت إلى الوراء سيصبح في إمكانكما المرور. شكراً يا مسيفة. أوه، المكان ضيق ولا أستطيع المرور منه. يستحسن وننتبه إلى طلائي جيداً وإلا وبختني أماني. يجب أن أصلح هذه الصفارة. يا إلهي، ما الذي يجري؟ تعطلت سيارة أحدهم، ولكنهم لم يبعدوها عن الطريق. سنعلق هنا طوال النهار. لما لم يحذركما فارع وفارعة من هذه العرقلة؟ أنت محق يا ساهر، فارعة وفارع يخبراننا دائماً بعرقلة السير في المدينة. وكيف لم يلاحظا هذه العرقلة؟ نبهان، أعتقد أن شيئاً ما قد حدث لفارعة. إنها آتية إلى هنا. مرحباً فارعة، كان ساهر يخبرني عن زحمة السير التي حصلت في المدينة صباحاً. حقاً؟ لم أرى شيئاً أبداً. أنا متفاجئ بأنك لم تسمع الضجيج، فقد بقيت السيارات تطلق أبواقها لأكثر من ساعة. آسفة يا نبهان، لقد فاتني الأمر تماماً. أخبرني شرارة بحدوث عرقلة في المدينة صباحاً. هل كنت نائماً في أثناء فترة مراقبتك؟ في الحقيقة أنا أواجه صعوبة كبيرة في التركيز مؤخراً. إذا كنت تواجه أي مشكلة فعليك أن تخبرني بها. حسناً، في بعض الأحيان تؤلمني عناية من مراقبة الحرائق وحركة المرور في المدينة، ثم قدماي تؤلمانني بسبب الوقوف لفترة طويلة. لم أعد متحمساً للمراقبة، وذلك بسبب الاستدارة ومراقبة حركة المرور طوال اليوم. كان عليك أن تخبريني بذلك يا فارعة. آسفة يا نبهان، لم أدرك أن الأمر سيء لهذه الدرجة. مرحباً دهشان، أتسمعني؟ أريد أن أخبرك بأن فارعة ليست في حالة جيدة. وفارع متعب أيضاً. أعتقد أننا في حاجة إلى نصيحة مختص. أهلاً، هل تحتاج عناية طبية؟ لا، لكننا في حاجة إلى بعض النصح. نحن قلقون على فارع وفارعة، يبدو أنهما فقدا حماستهما للعمل. أجل، فهما يقومان بالعمل نفسه مراراً وتكراراً. أظنهما في حاجة إلى التغيير، كأن يقوما بعمل مختلف. لكننا اعتدنا على فارع وفارع كمراقبين. إن فقدا الحماسة والتركيز فلن يؤديا عملهما جيداً. بنان محق، الأمر يستحق التغيير إذا جعلهما ذلك سعيدين مجدداً. أنا الواثب الأفضل والأروع والأقوى في العالم كله. حريق! حريق كبير للغاية! علي الاتصال بقسم الإطفاء حالاً. أين الهاتف؟ ليس لدي هاتف! يا إلهي! علي أن أخبر شرارة ودهشان عن الحريق الأكبر، الحريق الأفظع في العالم بأسره. يسعدني انضمامكما إلى قسم الشرطة. ما مهمتنا في العمل يا أماني؟ مهمتنا هي أن نحافظ على أمن وسلامة جميع القاطنين في مدينة الأصدقاء يا فارع. مرحبا جميعا، ابقيا مستعدين، لا نوم أثناء العمل في النهار. لا تقلق يا ساهر، نحن متيقظين تماما. حسنا، وداعا. والآن سنتفقد أنا وهمام الجزء الشرقي من المدينة وأنتما الجزء الغربي منها. لا تقلقي أبداً يا أماني، يمكنك الاعتماد علينا. ساهر توقف، هناك حريق. هيا أخبرني عن مكان ذلك الحريق بالضبط. إنه هناك، إنه ضخم واللهب يرتفع عالياً وسيحرق المدينة. لا تقلق أبداً يا جزر، أنا سأهتم بالأمر، سأتجه إلى قسم الإطفاء في الحال. وأنا سأذهب لمساعدتهم، وذلك لأنني الإطفائي الأفضل والأشجع والذي يقاتل النيران الملتهبة في العالم بأكمله. نينا 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 نينا. دهشان، اندلع حريق في أحد الشوارع شمال المدينة. شكراً ساهر، اترك الأمر لنا. هذا مضحك يا فارع، أعتقد أننا تهنا عن الطريق الصحيح. أعتقد أننا قطعنا مسافة طويلة. هذا لا يهم، ما زال في إمكاننا أن نراقب مدينة الأصدقاء من هنا. هذا يحدث تغييراً لطيفاً فعلاً.
أين موظفينا الجديدين يا أماني؟ أعتقد أن لدينا مشكلة، لقد أضعت فارع وفارعة. من الصعب إضاعة زرافتين يا أماني. لقد ذهبا إلى الجزء الغربي وأنا وهمام إلى الجزء الشرقي، كان يجب أن نلتقي هنا. اصعدا، لا أظنهما بعيدين. أليس هذا رائعاً؟ ها نحن الآن في الريف وما زلنا نؤدي واجبنا. هذا صحيح. انظري هناك، حريق. صفارة إنذار شرارة؟ جيد، لابد أن طاقم الإطفاء ذاهب ليخمد النار. انظر، شرارة ذاهب في عكس اتجاه الحريق. يجب أن نخبره بأنه على المسار الخاطئ. كيف؟ لا يمكننا الاتصال مع أحد من دون لاسلكي. انظري، إنه شهاب. من المؤكد أن لديه جهاز لاسلكي. إذا وصلت إلى شهاب سأتصل بشرارة وأخبره بأنه يسير في الاتجاه الخطأ. علينا أن نتصل بفريق الإطفاء بأية طريقة كانت. أنت حاول اللحاق بشهاب وأنا سأحاول اللحاق بشرارة. بالتوفيق. توقف يا شرارة، لقد رأيت ساحر. مرحبا يا ساهر، هل أنت متأكد من مكان الحريق الذي أخبرتنا به؟ تلك كانت الوجهة التي أخبرني بها جزر. يا إلهي، جزر؟ إنه لا يعرف يمينه من يساره. ساهر، أيمكنك أن تلحق بجزر وتسأله عن مكان الحريق بالضبط؟ علم، سأفعل ذلك يا دهشان. شهاب، توقف. ما المشكلة؟ ما الذي يحدث؟ هناك حريق في الجهة الجنوبية من مدينة الأصدقاء. أيمكنك تحديد موقعه؟ أنا أعرف مكانه بالضبط. حسناً يا فارع، هيا أخبر دهشان عنه. هناك حريق في الجهة الجنوبية من المدينة. الجنوب؟ لقد كنا نبحث في الاتجاه الخاطئ تماماً. شكراً يا فارع، ماذا كنا سنفعل من دونك؟ جزر، هيا أخبرني أين رأيت ألسنة اللهب بالضبط. من هناك، لا من هذا الطريق. أظن أنها كانت في ذلك الطريق. أينما كانت فإنه حريق كبير. هذه حالة طوارئ يا جزر، هيا أخبرني أين المكان. هناك حريق في مدينة الأصدقاء. نعم، نعرف ذلك، لكننا لم نعثر على مكانه. هيا اتبعاني. أحسنت صنعا يا فلفلة. لقد وصلت في الوقت المناسب يا فارع. أنا البطل الشجاع الذي أوقف الحريق. كانت ألسنة اللهب تصل إلى السماء. لقد أخطأ جزر بإعطائنا العنوان. جميعنا نرتكب الأخطاء يا ساهر. لو لم نته عن طريقنا أنا وفارع لما كنا اكتشفنا مكان الحريق بالضبط. إذن يا فارع وفارع، هل أنتما مستعدان للعودة إلى عملكما السابق؟ أنا مستعدة يا نبهان. التغيير كالإجازة تماماً. أنا سعيدة بالعودة إلى عمل المراقبة يا فارع. حراسة مدينة الأصدقاء هي العمل الأفضل في العالم كله. مرحباً، هل رأيتما أي حريق حتى الآن؟ لا شيء يثير القلق يا جزر. هل من زحمة سير؟ هل من مشكلة؟ طوارئ في مدينة الأصدقاء اليوم، كل شيء على ما يرام. أوه.